بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية بتبتدي بموضوع اسمه ذا سيتوسكيليتون. السيتوسكيليتون اللي هو الهيكل الخلوي. طبعا لازم نفهم برضو يا جماعة ان جسم الانسان على سبيل المثال او الانيمال او النباتات الكبيرة الاشجار وهكذا يلزمها طبعا هيكل عشان تحافظ على شكلها وتقوم بوظائفها الطبيعي. فالسل يعني في تصورنا انها حاجة صغيرة خالص ومجرد مثلا ميكروسكوبيك وبالتالي مش محتاجة هيكلة او حاجة، لكن طبعا الكلام ده غير صحيح. طبعا السل محتاجة سكيليتون عشان ايه؟ يبقى كل حاجة في الاورجانيزم موجودة في مكان معين وتقوم بوظائفها بشكل ايه؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقها لهذه الوظيفة. السيتوسكيليتون تعريفه هو عبارة عن فريم ويرك اوف ثري تايبس اوف بروتين فيلمز، شبكة من بروتينات، وتنقسم هذه البروتينات الى ثلاث انواع. في عندي انترميديت فيلمز، في مايكرو تيوبيولز، وفي مايكرو فيلمز اسمها الاكتين فيلمز. طبعا هنا الاحجام بتختلف، لما اقول مايكرو يعني صغير، انترميديت يعني حاجه وسط، بينما اقول مايكرو تيوبيولز ما اقدرش اسميها فيلامنت لان دي عباره عن تركيب ومجوف وهنشوف ان شاء الله حالا. ونبدا بايه اول حاجه. السيتوسكيليتون صعب ان احنا نشوفه لو فحصنا سلايدات عاديه، يعني الشرايح المصبوغه بالهيماتوكسيلين والايوسين الصبغات التقليديه ما تقدرش تشوف فيها ايه السيتو سكيليتال اليمنتس. لكن نعمل ايه؟ في تكنيكس معينه ان شاء الله نتعرض للكلام ده في الجزء الثاني من المنهج بتاعنا، بيسموه ايه الفلوريسنس مايكروسكوب. فلوريسنس مايكروسكوب ميكروسكوب بيستخدم بحيث ان هو بيتاثر بالفلوريسنت دايس وبنصبغ بصبغات معينه اسمها فلوريسنت دايس. وطبعا في كيفيات وفي خطوات وحاجات طبعا مش مجال الحديث عنها النهارده. النتيجه بتاعتها ان انا بقدر اتعرف على السيتو سكيليتال اليمنتس. الصوره اللي احنا شايفينها شايفين ايه؟ بقول هنا the cytoskeletal elements are stained with fluorescent dyes، اللي هي عندي الميكروتوبيولز واخده اللون الاخضر، كل الحاجات الخضراء اللي انتوا شايفينها في الصوره دي اسمها ايه؟ مايكروتوبيولز. واضح ان الخليه مليانه مايكروتوبيولز. اتنين الاكتين فيلامنتس اللي هي واخده اللون الاحمر ده، وغالبا اهو الاكتين اهو موجود عند حواف الخلايا، والنيوكليس واخده اللون البلو. يبقى دي بس البدايه ان احنا بنخرج من هذه السلايد بهذه الفكره ان عشان اشوف سيتو سكيليتال اليمنتس بحتاج فلورسنت دايس، والفلورسنت بتديني الوان مختلفه، كل مكون بيبقى ليه لون طبعا بحسب الاير رياكشنز التفاعلات والمواد اللي احنا بنستخدمها في ادراك هذه الاشياء. لا خد بالنا يا شباب، مش معنى كده ان في الطبيعه الميكروتوبيولز خضراء والاكتين احمر، لا الحاجات دي ملهاش الوان، لكن دي اصباغ انت بتوصل بيها لهذه التركيبات. طيب اول حاجه الميكروفيلامينز وجدوا تركيبها ببساطه خالص بتتكون من ايه؟ من بروتين اسمه اكتين. بروتين اسمه اكتين عباره عن كور حمراء زي ما احنا شايفين. طبعا اللون الاحمر ده طبعا لون مجازي يا جماعه، مش لون ولا حاجه، مجرد بس حاجه للتوضيح. ده بيسموه ايه؟ جي اكتين. جي بمعنى جلوبيولار، جلوبيولار يعني كروي، بروتين كروي. طب الكرات ديت بتترصص على شكل صفين ملفوفين على بعضهم، وبالتالي بيديني ايه؟ الياف طويله فيلامنتس، ولذلك بيسموها ايه؟ فيلامنتس اكتين او اف اكتين. يعني الشريط كله اسمه فيلامنت او فيلامنتس اكتين. بيتكون من ايه؟ من وحدات او يونتس. اليونتس اللي هي الكرات ديت عباره عن ايه؟ الجلوبيولار اكتين. وده الكلام الموجود هنا. يبقى ايه؟ بيقول الميكروفيلامنتس ار ذا سمولست فايبرز، اصغر الالياف في الحجم بتاعها، with a diameter of about 7 نانومتر، يعني حاجة صغيرة خالص خالص، والنانومتر ده 10 أس ناقص 9 من المتر، يعني 1 من مليون من المليمتر.
بتتكون من ايه؟ They are built up of globular protein called G-actin arranged as double helix. Double helix زي ما بنوصف الـ DNA بقول انه double helix، هنا كذلك بنوصف الميكروفيلمنت اللي هو برضو double helix يعني شريط مزدوج اسمه فيلامنتس اور ايه اف اكتين. ايه هي وظائف الميكروفيلمنت؟ بيساعد عندي في السيل ديفيجن، بيساعد في المسل كونتراكشن، وبيساعد في السيل موفمنتس اللي هي الحركات داخل الخليه. الحاجه الثانيه اللي هو الانترميديت فيلمنتس اللي هي معموله باللون الاخضر هنا تحت كده، بيقول ان هي حجمها ما بين ايه 8 الى 12 نانو متر وايد، يعني اكبر شويه من ايه من الاكتين. تقول لي طيب ده الصوره هنا بتقول من 8 الى 10، هنا من 8 الى 12. طبعا الحاجات دي يا جماعه بتتفاوت من كتاب لكتاب، وفي النهايه فيها تقارب 10 نانو متر 12 نانو متر ما عندناش مشكله. زي ار كولد انترميديت، ليه يعني انترميديت؟ يعني متوسط. متوسط بين ايه؟ because they are in between the size of microfilaments and microtubules. يعني الميكروفيلمنت صغيره، الميكروتوبيول كبيره، والوسط بينهما في الحجم اسمه ايه؟ اسمه انترميديت فيلمنت. تمام. بتتكون الانترميديت فيلمنت من ايه بقى؟ من بروتينات اخرى بس مش اكتين، غير الاكتين. امثله عليها ايه؟ عندي الكيراتين، فيمنتين، اند ديسمين. برضو ناخد بالنا يا جماعه دايما بأشير الى هذه الجزئيات، دي امثله. يجي لك امتحان ام سي كيو يقول مثلا انترميديت فيلمنت كونسيستس اوف ايه، وادي لك بعض الخيارات. طبعا لو منها كيراتين او ديسمين او فيمنتين تبقى ايه خيارات صحيحه. الوظيفه بيقول لي واحد مينتيننج ذا سيلز شيب، تحافظ على شكل الخليه، والحاجه الثانيه بروفايدنج استراكشرال سبورت يعني تدي متانه وتدي قوه لايه الخليه. كلام بسيط. بعد كده الميكروتوبيولز لا فيها ايه شغل شويه وفيها تركيب، وطبعا بسيط ولكن اكثر تعقيدا مما سبقها من ايه الميكروفيلمنت ومن الانترميديت فيلمز، على اساس ان الميكروتوبيولز ار سلندر هولو تيوب يولز اباوت 24 نانومتر ان دايمتر. يعني دي بقى مش فتله، لا دي انبوبه، دي صومعه، اسطوانه مجوفه. In cross section they appear as circuits. لو انت قطعت كده قطاع عرضي هتبص تلاقي الميكروتوبيول عباره عن ايه؟ عباره عن دائره ولها تجويف. التجويف عندنا اسمه اليومن. اليومن ده بينفع في الامعاء، تجويف الامعاء، تجويف المعده، تجويف اي شيء في البيولوجي اسمه اليومن. طيب ما تيجوا نعد الكورديات بالعدد كده. طيب نعدها كده، واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13. يعني 13 ده رقم صحيح وتم عدده وحسابه ان القطر بيتكون من ايه؟ من 13 بروتين سبيوتس. لذلك بوصف في تركيب الميكروتوبيول الاتي: Each microtubule consists of 13 rod shaped protofilaments. يعني عندي فيلمنت طويل من البروتينات و 13 صف من هذه الصفوف بتترصص مع بعضها بحيث تديني ايه الميكروتوبيول اللي هي الصومعه الكبيره. طب البروتوفيلمنت ده نفسه ايه بقى ماله؟ بيقول لي is formed of dimers يعني ثنائيات زوجيات. زوجيات من ايه؟ من بروتين اسمه تيوبيولين، وهو على شكلين الفا تيوبيولين اند بيتا تيوبيولين. ناخد بالنا هنا يا جماعه من الرسمه، ادي الالفا اهو، ادي البيتا تيوبيولين اهو، الاثنين مع بعض بيتمسكوا يعني بيتحدوا مع بعضهم، بيمسكوا مع بعض بيديني ايه التيوبيولين دايمر اللي هو الزوجيه بتاعت الالفا والبيتا تيوبيولين. بعد كده ارتب بقى بانتظام الفا بيتا الفا بيتا بانتظام لحد ما تطلع ايه الصومعه الكبيره اللي هي الميكرو تيوبيول. هنا توضيح اكتر بصورة مكبرة، ده الألفا تيوبيولين، ده البيتا تيوبيولين، ده البناء الكامل بتاع إيه صومعة الميكروتوبيولز. 13 بروتوفيلمنت، وكل بروتوفيلمنت منهم بيتكون من نوعين مختلفين من التيوبيولين، ألفا
وبيتا. طيب انواع الميكرو تيوبيولز، يقول لي عندي ايه؟ في ما يسمى اكسونيمال مايكرو تيوبيولز، يعني مايكرو تيوبيولز ايه؟ محوريه. اكسو يعني محور، حاجات محوريه، دي بتدخل في تراكيب خاصه الا وهي السيليا اند فلاجيلا، يعني الاهداب والاصوات اللي الحيوانات او الخلايا في الانسان بتحتاجها. نوع تاني اسمه سيتوبلازميك مايكروتوبيولز، ديت موجودة داخل الخلية، وهنشوف ايه الحاجة اليها، ايه وايه وظيفتها. وظائف المايكروتوبيولز، واحد زي فورم اسكيليتون سبورتنج ذا سيل اند كيب اتس شيب، يعني بتعمل هيكل وشكل للخلية وتحافظ على شكلها. اتنين زي فاسيليتيت ذا ترانسبورت اوف ماكرو مولكيولز ان ذا سيتوبلازم، بتحافظ او بتسهل، فاسيليتيت بمعنى تسهل نقل الجزيئات الكبيره داخل الخليه. زي فورم ذا ميتوتيك سبيندل ديورنج سيل ديفيجن، ودي نقطه غايه في الاهميه، انها بتحافظ او بتصنع ايه؟ خيوط المغزل، خيوط المغزل اللي بيتصل بها الكروموسومات وتنفصل اثناء ايه؟ الانقسام الخلوي. اخر حاجه زي فورم سنتريول اند سيليا، يعني بتصنع او تشارك في صناعه السنتريول الجسم المركزي، والسيليا اللي هي الاهداب، ده اللي هناخده ان شاء الله في الصفحات القادمه. ده السنتريول. ايه هو السنتريول وايه هي وظيفته؟ هنتكلم ان شاء الله. بيقول each cell has two centrioles situated close to the nucleus، يعني عندي ايه؟ اتنين سنتريول كده، ماشي، قريبين من النواة. each centriole appear as a small tubular structure، تركيب انبوبي، lie perpendicular to the other، يعني كل واحد فيهم عمودي على الاخر، واحد كده افقي والتاني نازل عليه ايه؟ بزاوية قائمة، عمودي عليه. كويس. طيب مسكوا السنتريول الواحد وقالوا ايه صلته بالميكروتوبيولات اللي لسه ايه شفناها في الصفحه اللي فاتت. وجدوا الاتي: شكل السنتريول سبحان الله بيبقى حاجه يعني عجيبه، بيتكون من ايه؟ جدار السنتريول عباره عن 27 مايكروتوبيولز، لكنها مرصصه في 9 باندلز، 9 حزم. Each bundle consists of triplet microtubule. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ بصوا للرسمة دي كده يا شباب، وتقدر تعد معايا. طيب دولت 3 microtubules متصلين ببعض، ادي واحدة، 2، 3، يبقى ده التريبلت، دي الثلاثية. طيب الثلاثيات دول كام واحدة؟ برضو ابتدي معايا من هنا وعد، ادي واحدة، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، إذن عندي إيه؟ 9 ثلاثيات من الميكروتوبيولز، عشان كده بسميها إيه؟ 9 في 3، يعني 9 مجموعات، كل مجموعة 3 microtubules. تمام كده يا شباب، يبدأ إيه؟ تركيب السنتريول. طب شوف كده في القطاع العرضي بيبان بالفعل نفس الكلام، أدي 3، أدي 1، 2، 3، 3 microtubules. لو لفيت كده هتلاقيهم ان هم 9 مجموعات من الميكروتوبيولز. وظيفه السنتريول هنا ايه؟ واحد initiation of cell division and spindle formation، يعني بدايه السيل ديفيجن، بيبدا انقسام الخليه ويصنع السبندل اللي هو خيوط المغزل، يصنع خيوط المغزل اللي هي مايكروتوبيولز. يعني ايضا بيشارك في صناعه السيليا اند فلاجيلا اللي هي الاهداب والاصوات الموجوده في بعض الخلايا في جسم الانسان. طيب نشوف السيليا وكيف يكون تركيبها. السيليا هي اهداب، بمعنى ايه يا جماعه؟ مثلا لو قلنا ان الاخضر ده سيل ممبرين، بيبقى في عندي الهدب حاجه كده زي الايه يعني الشعرايه كده طالعه من السيل ممبرين، بحيث انها ايه بتتحرك بشكل معين، زي مثلا فين؟ التراكيه على سبيل المثال، اللي هي القصبه الهوائيه، بيبقى فيها ايه السيليا ديت، بحيث الواحد بيتنفس ممكن يدخل تراب او دخان او عوادم سيارات، السيليا دي بتحاول تلتقط التراب ده وتخرجه لنا للخارج. بيتكون السيليا من ايه؟
من 3 أجزاء، عندي بيزل بادي جزء كده جوه الخلية، وعندي شافت اللي هو الساق اللي هي موجودة خارج الخلية، وعندي كمان جزء اسمه روتليت اللي هو عبارة عن جزء ايه بيمسك البيزل بادي داخل السيتوبلازم. ما نستعجلش، الحاجات دي ان شاء الله نفهمها حاجة حاجة. واحد، البيزل بادي اللي هو فين؟ اللي هو الجزء دوت، ماشي، ده مضغوط داخل الخلية اسمه بيزل بادي. البيزل بادي عبارة عن ايه؟ ما هو الا سنتريول. تقول لي ده انت من شوية بتقول السنتريول عند النواة، اقول لك مفيش ما يمنع انه يهاجر لغاية تحت سطح الخلية، يبقى it is a centriole. migrated يعني هاجر under the surface of the cell. it consists of 9 triplet of microtubules. يعني سنتريول عادي خالص بيتكون من 9 ثلاثيات اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية. تمام. طيب بعد كده في شافت اللي هو الساق اللي هو الجزء البارز من الايه، من السيليوم خارج الخلية، اللي هو الجزء ده كله، ده اسمه شافت. تقول لي طيب الشافت ده ايه بقى؟ بيقول لي جروس فروم ذا بيزل بادي، لكن شكله من الداخل بيختلف شوية. طيب بيحتوي على ايه بقى؟ بيقول لي بيتكون من 9 دوبلتس او دوبلت مايكروتوبيولز زائد 2 سنترال سنجلتس، بمعنى 2 في الوسط مفردين و9 زوجيات على الاطراف. تقول لي مش فاهم حاجة، اقول لك امسك معايا الرسمة ديت واحنا نفهم ان شاء الله. هنا كم مايكروتوبيول دول؟ 1 2، يعني مش 3؟ اقول لك لا مش 3. طيب يبقى دي ايه؟ دي دبل مايكروتوبيول. طيب كم مجموعه؟ اقول لك عدهم، 1 2 3 4 5 6 7 8 و9. اذا اصبح عندي ايه؟ 9 دبلز، 9 زوجيات. طب دي الحواف او البريفري، امال المركز ايه؟ المركز فيه 2 فقط مايكرو تيوبيوس، ادي واحده وادي واحده. لذلك لما باجي بوصف بقول ايه؟ بقول 9 في 2 اللي هم دولت 9 مجاميع خارجيه، والمجموعه الواحده بتتكون من ايه؟ 2، زائد 2 في 1 يعني مجموعتين في الوسط 2 فقط، وكل واحده فرديه. دي مايكرو تيوبيول فرديه، ودي ايضا مايكرو تيوبيول فرديه. سهل الكلام؟ خير ان شاء الله. اخر حاجه بقى بيقول لي روتلت اللي هو الجذر، روت يعني جذر، وروتلت يعني جزير، جزير اللي هو تصغير للجذر يعني. ده بيقول لي انكورنج استراكشر فيكس ذا بيزل بادي ان ذا سيتوبلازم. طبعا البيزل بادي ده ما بيبقاش سايب كده، السيتوبلازم هواء، او اسف السيتوبلازم ميه، لابد من تثبيته في ايه؟ جزء ايه تحت، بنسميه الروتلت. مش باين في الرسمه ديت، لكن بيبان في الصوره اللي بعدها اهو. ادي هو الشباب، ده البيزل بادي، تحتيه جزء اسمه روتلت اللي بيثبته في السيتوبلازم، وبعد كده ده ايه؟ الشافت. طيب لو احنا عملنا كروس سيكشن في البيزل بادي، اقطع هنا طبعا بالالكترومايكروسكوب وشوف. تقول لي اه والله ده انا باين ايه؟ ثلاثيات اهي، 1 2 3، ولو عديت الثلاثيه ديت ومشيت كده على المحيط هلاقيهم 9 ثلاثيات. طب بينما هنا ايه؟ زوجيات، 2، وفي الوسط في واحدة وواحدة، يبقى ده 9 في 2 زائد 2 في 1، بينما هنا 9 في 3 وبس. يبقى ده ايه؟ تركيب السنتريول. بعد كده نتكلم في موضوع بعيد خالص اللي هو جزء جديد من الخلية اللي هو الميتوكوندريا، وان شاء الله الكلام يكون فيها سهل للغاية. الميتوكوندريا هي عبارة عن رود لايك ستراكشر، يعني اصبعيه، رود يعني حاجه كده عامله زي الاصبع، بيسموها بالعربي الاجسام السبحيه، زي حبايه السبحه. لو بصينا للصور اللي عندي هلاقي ايه؟ هي عباره عن اوتر ميمبرين، غلاف خارجي املس، وانر ميمبرين، بس الانر ميمبرين ده طبعا ايه؟ داخل وخارج، بحيث انه يزود مساحه السطح الفعال. طيب الرسمة الثلاثية البعد دي برضه بتبين ان في عندي اوتر ممبرين وفي عندي انر، بس الانر زي ما احنا شايفين كده في ايه؟ انترنال فولدنج، يعني منثني الى الداخل زي ما احنا شايفين. يبقى ده الاوتر ممبرين سموس، الانر ممبرين فولدد انتو كريستي، بيسموها كريستي
بيسموا الفولدز للداخل دي الأعراف، أو بيسموها كريستي اللي هي الإنسانيات الداخلية ديت. طيب الهدف من الكريستي ايه؟ increase the surface area of the mitochondria اللي هي مساحة السطح الفعال اللي هيعمل لي بقى إنتاج الطاقة والحاجات دي، وهي بتحمل oxidative enzymes الإنزيمات المؤكسدة اللي نتيجتها أو نتيجة فعلها تكوين الـ ATP في النهاية. قلب الميتوكوندريا أو فراغ الميتوكوندريا بيسموه الماتريكس. الماتريكس برضو فيها اوكسيديتيف انزيمز، فيها ريبوسومز، فيها سيركولار دي ان ايه اسمه ميتوكوندريال دي ان ايه، لان الميتوكوندريا بتقدر تنقسم وبالتالي محتاجة تبني بروتينها بنفسها، فعندها الدي ان ايه الخاص بيها وعندها الريبوسومات الخاصة بها. يا ترى قبل ما نقول وظائف الميتوكوندريا محتاجين برضو نبص للرسومات الايه الجميلة دي. دي طبعا رسمة ثلاثية البعد رسمت من خلال الفهم، لكن دي مش رسمة، ده الكترون مايكروجراف. تمام، واضح فيه ايه؟ واضح فيه الاوتر ميمبرين اللي هو سموز زي ما احنا شايفين، واضح فيه الانر ميمبرين والحدود الداخلة منه اسمها كريستي اللي هي دي. تمام، هنا الماتريكس، والماتريكس بقى فيها ريبوسومز، فيها دي ان ايه، فيها انزيمز، فيها حاجات كتير. الوظائف طبعا هنا يا جماعه اهم وظيفه، وكان طبعا مفترض ان احنا نبدا بيها ما نخليهاش للاخر، هي الباور هاوس اوف ذا سيل، يعني اساس صناعه اساس خلق الميتوكوندريا انها باور هاوس، يعني مصدر الطاقه او بيت الطاقه للخليه. ذا ميتوكوندريا اوكسيدايز نيوتريتيف سبستنس، بتأكسد المواد الغذائية in the presence of oxygen to liberate energy. تمام، دي وظيفتها تؤكسد المواد، طبعا امينو اسيدز مثلا او فاتي اسيدز او جليسرول والحاجات دي، بحيث انها تصنع منها ايه الطاقة. most of the enzymes used in this process are present in the matrix. معلومة مهمة، الكريستي عليها انزيمز، ايوة، لكن اغلب الانزيمات موجودة في الماتريكس اللي هي المادة الخلالية. الطاقة اللي بتطلع منها بتتخزن في صورة ATP، بالإضافة للأصل اللي هي الوظيفة الأم كإنتاج للطاقة. في برضه بعض الوظائف الجانبية synthesis and metabolism of lipids، يعني تصنع، والأيض اللي هو الهدم والبناء بتاع الليبيدز، فيها أيضا البروتين بتاعها والدي ان ايه بتاعها، لأنها عندها دي ان ايه في الماتريكس، فممكن تعمل البروتين الخاص بيها اون بروتين سينثيسيس، يعني الميتوكوندريا تكون البروتين الخاص بيها. بعد كده بناخد الاندوبلازميك ريتيكولوم اللي هي الشبكة الاندوبلازمية. تعريفها هي ايه؟ سيستم اوف ميمبرينس ستراكشرز، يعني نظام من أغشية، تراكيب غشائية. often continuous with the plasma membrane and nuclear membrane، زي شبكة طريق كده، الطريق ده بيبدأ من النيوكلير ممبرين أو النيوكلير انفلوب لحد بره خالص اللي هو السيل ممبرين. بيبقى عندنا نوعين، راف اندوبلازميك وتختصر إلى RER، وسموث اندوبلازميك ريتيكولوم اللي هي الـ SER. بحسب إيه؟ الراف بحسب وجود الريبوسومز على سطحها الخارجي، وإذا لم توجد هسميها اسموس اي ار. طيب ادي الرف اندوبلازميك اهي، رسمة تعبيرية ليها، ده النيوكليوس، وادي الرف بتبقى متصلة بالاوتر نيوكلير ممبرين، ويوجد على سطحها ايه الكرات الايه الحمراء ديت اللي هي الريبوسومات. دي طبعا رسمة تعبيرية، لكن دي صورة حقيقية فيها الريبوسومات موجودة اهي ايه على سطح الرف اندوبلازميك ريتيكولوم. الكوال الصودا الصغيرة دي هي الريبوسومات. يبقى يقول لي جروب اوف فلاتند لاميلي، لاميلي طبقات رقيقة من الأغشية، انتر كونكتد توجيزر اند اريجد ان ابارلل مانر، كلها متصلة ببعضها ومتوازية. بروفايدد وذ ريبوسومز اون ذير اوتر سيرفيس، يعني هي تحتوي على الريبوسومات على سطحها الخارجي. الوظيفة ايه؟ الوظيفة synthesis of proteins، لان الريبوسوم وظيفته الاساسية صناعة البروتين. الحاجة التانية initial steps of protein glycosylation اللي هي الخطوات الاولى لاضافة السكريات addition of carbohydrates،
لكن الخطوات التالية بتتم في جهاز جولجي. الكلام ده ان شاء الله هناخده يعني يمكن المرة اللي جاية، ان الرف اندوبلازميك بتضيف او بتعمل الخطوات الاولى لإضافة الكربوهيدرات، والخطوات التالية للجليكوزيليشن بتتم ايه في جهاز جولجي. سموث اندوبلازميك ريتيكولم، شوفوا الصورة، صورة طبعا فوتوغرافية معمولة بالكترون ميكروسكوب، كلها عبارة عن دوائر صغيرة او اشكال مثلا مستطيلة شوية جنب بعضها، لانها تيوبس، هي انابيب وليست زي الايه الراف اندوبلازميك ريتيكولم. يقول لي طيب تركيبها او الاستراكشر، ميمبرينز اوف اي ار دونت بي ريبوسومز اند ذي فور ابيريسموس، اغشيه ما عليهاش ريبوسومات عشان كده بتبقى ملساء. The membrane of sacs appear in the form of vesicles and tubules. ده اللي احنا بنقوله. Rather than lamellae، هي ليست طبقات مفرودة زي صفحات الكتاب، وإنما هي vesicles. Vesicles بمعنى كرات صغيرة، tubules يعني أنابيب، إما على شكل كرات صغيرة زي كده، وإما على شكل أنابيب زي الإيه المستطيلة دي، تمام، لكن ليست طبقات صفحات كتاب اللي هي اللاميلي، اللي هي طبقات ايه موجوده في الرف اندوبلازميك ريتيكولم. الوظائف هنا وظائف مهمه، سينثيسيس اند ميتابوليزم اوف ليبيد اند كربوهيدرات، صناعه الدهون والكربوهيدرات، ديتوكسيفيكيشن اوف دراجز اللي هو انتزاع السموم، ديتوكسيفيكيشن الكلمه متكونه من كلمتين، دي يعني نزع، توكسيك لوحدها يعني سام، يبقى توكسيفيكيشن يعني سميه، يبقى ديتوكسيفيكيشن معناها ايه انتزاع سميه بعض الدراجز اللي هي العقاقير والادويه. في الماسلز السموث اندوبلازميك ريتيكولم بنسميها ساركوبلازميك ريتيكولم، وهي بتشتغل كمخزن للكالسيوم، ستور كالسيوم فور كونتراكشن. رسمه تعبيريه، ادي النيوكليوس عايز يوضح لي ايه، ان النيوكليير ميمبرين بيبقى على اتصال بالراف اندوبلازميك ريتيكولوم، ماشي. الراف اندوبلازميك بيطلع منها اجزاء بتنفصل وتدخل على جهاز جولجي، والكلام ده سابق لاوانه، لا ده ليه محاضره لوحده. بينما هنا الالكترون ميكروجراف في الصوره العليا بيوضح لي الحاجتين، ادي الراف الناحيه دي عباره عن اللاميلي، صفحات الكتاب اللي انا بتكلم عنها، وعليها ريبوسومات من الخارج. ناحية الشمال هلاقي دوائر صغيرة فيزيكلز، هلاقي أنابيب بهذا المنظر تيوبيولز، وما لاقيش أي ريبوسومات، عشان كده بسميها اسموس اندوبلازميك ريتيكولوم. طيب آخر حاجة في محاضرتنا هناخد الريبوسومز، بما إنك اتكلمت عن رف اندوبلازميك ريتيكولوم، ولابد الريبوسومز بتيجي برضو إيه في السكة. شكل الريبوسوم او تركيبه عباره عن ايه؟ بيتكون من ريبوسومز ار ميد اوف بروتينز اند ريبوسومال ار ان اي، اللي هو بنرمز له برمز ار سمول ار ان اي، تمام. طب ده من الناحيه الكيميائيه، بروتين وريبوسومال ار ان اي. طب من الناحيه الشكليه بيقول لي تو سب يونتس، سمول سب يونت اند لارج سب يونت. ادي الريبوسوم اهو، كتله صغيره اسمها سمول سب يونت، كتلة كبيرة اسمها ايه؟ لارج سب يونت. ده عبارة عن دايجرام. ايه الوظيفة بتاعت الريبوسوم؟ سينثيسيس اوف بروتين. على اساس ايه يا جماعة؟ ان بين السمول واللارج في فراغ او فجوة بيمر منها شريط الرسالة اللي هو الميسنجر ار ان ايه، ويترجم ويكون البروتين. يبقى اذا وظيفة الريبوسوم ايه؟ صناعة البروتين. السلايد الاخير بيقول لي ان الريبوسومز ار ايزر فري ان سيتوبلازم، ممكن الاقيها فري او اتاتشد تو ذا اندوبلازميك ريتيكولوم، عشان كده تبقى خشنه، او اتاتشد تو ذا اوتر نيوكليير ميمبرين، يعني ممكن الاقيها ملصقه على الراف اندوبلازم، على الاوتر نيوكليير ميمبرين، على الراف اندوبلازميك ريتيكولوم ميمبرين، او تبقى فري في السيتوبلازم. ايضا الريبوسومات ممكن تكون ايه؟ سنجل في حالة الان اكتف ريبوسوم، ما يبقاش بيشتغل مش بيترجم حاجة، وممكن يبقى اتاتش تو ميسنجر ار ان اي تو فورم بوليسومز. والبوليسوم هو ايه؟ عبارة عن اكتف ريبوسوم،
يعني they are able to synthesize protein. وطبعا الرسمة هنا، أو آسف مش رسمة، دي صورة حقيقية بتوضح لي إن في بالفعل بوليسومز، كأنه عقد كده متصل كده، الخط ده والخط ده كده هنا برضو، وهكذا، عبارة عن إيه؟ بولي ريبوسوم، يعني عبارة عن شريط ميسنجر ار ان ايه وعليه ريبوسومات كتيرة، كل ريبوسوم بيترجم حتة معينة في الميسنجر ار ان ايه بهدف إسراع الوقت وترجمته في أقل وقت ممكن.